الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 38 بعد 700، باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. في هذا الباب حديثان، الأول هو 39 بعد 800 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. الرواية الثانية هي 40 بعد 800 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضه عنها. أما شرح الحديث الأول، تحدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال، بعضهم هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أمي افتلتت نفسها، أي بادرتها المنية وماتت فجأة، وأراها لو تكلمت، وأراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو تمكنت من الكلام في هذه اللحظة لتصدقت، وفي كل أحوالها كانت تفعل ذلك. في رواية أخرى في كتاب الجنائز قال فيها: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه بعد وفاتها. أما الحديث الثاني، إن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنهما فيما يحدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو سعد بن أبي وقاص في رواية أخرى، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم قضاء النذر عن أمه بعد وفاتها، فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، لم توفى لوجود بعض الأعذار الشرعية، أو لأنها ماتت فجأة كما يدل الحديث السابق، وعليه فهي أم سعد بن أبي وقاص. النذر جاء في بعض الآثار أنه كان عتقا تعتق رقاب، وفي بعضها كان صوم، وفي بعضها صدقة، فقال: اقضيه عنها، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النذر عنها بعد وفاتها. حديث يدل على أنه يستحب لقريب الميت أن يتصدق عنه. قال الترمذي وبه يقول أهل العلم: يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، أي إن وصول نفعهما إلى الميت مجمع عليه، واختلفوا في العبادات البدنية: الصوم، الصلاة، قراءة القرآن. مذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم الوصول. ثانيا، أن موت الفجأة ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر منه كراهة حين أخبره الرجل أن أمه افتلتت نفسها، وإن كان مستعاذا منه: اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة كما علمنا رسول الله. ليه؟ لما يفوت بها من خير الوصية والاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. ثالثا، دل الحديث الثاني على استحباب قضاء النذر عن الميت من صوم أو صدقة أو نحو ذلك، وأنه ينفعه ذلك ويبرئ ذمته من ذلك النذر ويسقطه عنه، وهو قول الجمهور. أما الظاهرية قالوا يجب قضاء النذر عن الميت تعلقا بالظاهر الأمر سواء كان ماليا أو غيره، الجمهور على استحباب، والظاهرية على الوجوب، ومن البر أن نؤديه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.